مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين المتابعين لعب 12 والشرقية آخر حلقات الأسبوع بالتأكيد نبدأها الآن ومتابعتين مهمة جدا لمواضيع تخص الشارع الرياضي العراقي. أولا نادي الشرطة، المدرب الجديد باسم قاسم، كل هذه الأمور والتفاصيل راح نعرفها بعد الفاصل القصير، وأيضا الحديث عن الهيئة العامة لجنة الانتخابات اللي ما زالت في مدتها القانونية لدراسة كل ملفات المرشحين. موضوعاتنا اليوم يعني تابعناها وبالتأكيد فاصل قصير ونبدأ الحلقة. خلينا نبدأ مباشرة بالموضوع الأهم وبعدين يعني بالتأكيد الآراء مهمة للجميع. بعد انتهاء بطولة الصداقة والسلام رجع الموال نفسه، ما أعرف ليش الأندية ما يفكرون إلا مدربين منتخبات، وكأنه هذول الخمسة لازم يفترون على كل الأندية. وبدأ الحديث عن باسم قاسم، تعاقده مع الشرطة، الاتصال به، كل هذه الأمور بالتأكيد كلنا نعرفها. خلينا نروح أول مرة لتقرير زيد السراج وبعدين نذهب مباشرة إلى الكابتن سعد قيس عبر التليفون، راح ينضم إلينا طبعا الكابتن سعد قيس المشرف على فريق كرة نادي الشرطة لحديث عن آخر المستجدات. نتابع التقرير ونذهب إلى الكابتن سعد قيس إن شاء الله. وبعد انتهاء بطولة الصداقة الدولية التي احتضنتها البصرة، تداولت أنباء حول انتقال مدرب المنتخب الوطني باسم قاسم إلى تدريب نادي الشرطة، أمر بين اتحاد الكرة على لسان رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى أنه لم يتلقى أي شيء رسمي في ذلك من قبل النادي، نافيا قبوله لنظام الإعارة في التعامل مع مدربي المنتخبات الوطنية لدواعي عديدة منها الالتزام بالعقد مع ضرورة التركيز بعيدا عن المنافسة النادية، فيما يوضح المدرب أنه يرتبط بعقد مع اتحاد الكرة لكنه في ذات الوقت لا يمكنه أن يرفض عرضا من ناديه الأم الشرطة، وهو أيضا لا يستطيع أن يكون متواجدا إلى نهاية الدوري بسبب ارتباطه بالجزء المقبل من الدورة التدريبية، وما بين البقاء مع المنتخب والانتقال إلى الشرطة وقت قادم سيكشف عن وجهة المدرب بشكل لا يقبل الشك. إذن إلى حين ما يعني نأمل الاتصال مع الكابتن باسم قاسم أو الكابتن سعد قيس، يعني حقيقة شيء غريب عجيب بكرة القدم العراقية بعقلية أنديتنا، بعقلية إداراتها، وأيضا بعقلية اتحاد كرة القدم. خلينا نأخذ الكابتن سعد قيس المشرف على فريق كرة نادي الشرطة. كابتن سعد، بداية مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية، وثانيا مبروك المنصب الجديد، المكان الجديد، العمل الجديد، بالتأكيد أنت تستحقه، أنت واحد من أبناء الشرطة الأصلاء ومن نجوم كرة القدم العراقية، فمرحبا بك كابتن. أنا أعرف أنت مشغول، فخلينا ندخل مباشرة معك كنادي الشرطة كإدارة وكإدارة فريق الكرة، قدمت فعلا طلب رسمي لاستعارة الكابتن باسم قاسم من تدريب المنتخب الوطني لتدريب فريق نادي الشرطة؟ أولا أهلا وسهلا بك أستاذ زيان، وثانيا أنا سعيد بوجودي بالشرقية، وثالثا أنا عملي ليس مشرف للفريق للتنويه فقط، انه ليس اشراف وانما انا مدير الكرة في نادي الشرطة. نعم. هذا يختلف خلاف كبير بين مشرف الفريق. تمام. احنا لحد هاي اللحظة احنا ما مقدمين اي طلب للاتحاد بخصوص الكابتن باسم قاسم. زين، ابدا ماكو اي طلب رسمي قدمتوه للاتحاد بخصوص التعاقد مع زين كابتن. انت نعم. انت اليوم تنفي تقديم هذا الطلب الرسمي، يعني هل كان فعلا بالنية التعاقد مع باسم قاسم لو الامر بتريث بتفكير الى حد الان؟ لا لا، هو الموضوع كله عباره عن اقتراح قدم من سعد قيس بصفته مدير الكره في نادي الشرطه. زين. بصراحه الان قدمت هذا الاقتراح على الاداره، والاداره تعطيني جميع الصلاحيات في التفاوض مع اي مدرب كان اشوفه يخدم الكره في نادي الشرطه في هذا التوقيت بالذات الوقت الحالي. فانا بكل صراحه شفت انه الانسب لقياده الشرطه في المرحله القادمه هو الكابتن باسم قاسم، لكن مثل ما تعرف انت هناك امور كثيره، قوانين
خاصة فيما يخص نظام الإعارة. نعم. احنا مبدئيا خلي قبل كل شيء انه احنا نتكلم مع الكابتن باسم، انت تعرف انت الرجال امس رجع، اصور امس رجع من البصرة وكان مع المنتخب الإماراتي، فانا قلت لك هاي مجرد فكرة صارت، لكن لحد ما كإجراء رسمي احنا ما نسوي. اش وقت راح يكون الإجراء الرسمي كابتن؟ والله خليني اقعد مع الكابتن باسم قاسم، خليني احكي وياه ونشوف اذا عنده زين رغبه، او اذا ربما هو الرجل مرتبط بالعقد، ربما احنا ما نريد نسبب له اي احراجات او اي ازعاجات مع الاتحاد. كابتن هي مو ربما، كابتن هي مو ربما، يعني علامات استفهام كبيره عليك انت كسعد قيس بهذا هذه التجربه الطويله مع كره القدم، واليوم انت مدير كره وانت تقول انا اتحمل المسؤوليه، انا صاحب فكره التعاقد مع باسم قاسم. طيب انت لما فكرت بالتعاقد مع باسم قاسم ما قلت هذا مدرب منتخب؟ ليش ما ابحث عن مدرب طويل الامد باستقرار؟ ليش هذا نظام الاعاره؟ معقوله ماكو مدربين بس باسم قاسم حتى تروحون عليه؟ يعني احنا اللي ما كنا خان من غيرنا قديان، يعني ما كنا مستحيل. وانت شفت اغلب تصريحات اعضاء الاتحاد بخصوص تواجد باسم مع المنتخب الوطني او الاستمراريه وعدم الاستمراريه مع باسم قاسم. اتصور حتى الطفل الصغير اللي هب المنتخب يعرف انه اكو قريبا انتهاء عقد الكابتن باسم قاسم شهر 8 تقريبا، واكيد هناك مفاوضات. لكن احنا من اقول هذا الكلام، يعني اكو عقبه صغيره امام سعد قيس، امام اداره الشرطه، انه لربما انه احنا ما قدرنا نتفاوض مع باسم قاسم، او لربما ما حصلنا على الإعارة أو كذا، لربما. ويجيك شهر الثامن وعلى غفلة تشوف الاتحاد يقول لك نعتذر من باسم قاسم، ما نقدر نجدد معك للمنتخب الوطني، أفكارنا تقول إنه إحنا لازم نجيبه ونتعاقد مع مدرب أجنبي. فأنت في هاي الحالة سويت أنت، لا الكابتن باسم قاسم استمر مع المنتخب ولا أعطوا فرصة لإدارة الشرطة بالتفاوض مع باسم قاسم. أي ما يخالف كابتن أنا وياك، بس يعني هي مسألة التوقيتات مسألة يعني مهمة جدا. احنا من المفروض انه دورينا يخلص يعني مثل ما هو متوقع ان شاء الله بنهاية السادس او نص السادس حسب التوقعات. واليوم مسألة التعاقد مع تجديد بقاء باسم قاسم مدرب للمنتخب الوطني من عدمها متروكة بيد لجنة المنتخبات وبيد اتحاد كرة القدم. طيب انتوا ليش خلونا نفسكم بهالحرج؟ ليش الذهاب الى الاسماء اللي بيها يعني تعقيدات هواية؟ ليش معاني كإدارة نادي الشرطة أبحث عن مدرب يكون متفرغ أو ما عنده هذه الإشكاليات كلها؟ لا هي بالعكس، احنا ما نريد نسميها إشكاليات استاذ إيزان عزيزي. هو الموضوع كما نالك انه احنا اني حاليا لحد الان ماكو شيء رسمي مثل ما قلت لك، لا مع الاتحاد لا مع الكابتن باسم قاسم. امس راجع الرجل راجع بالبصرة، بعدنا حتى ما قعدنا وياه، يعني الموضوع ما زال عكس ما طرح في السوشيال ميديا، عكس ما طرح في الصحف. لحد هاي اللحظه ماكو شيء رسمي، ولا ربما قلت لك يعني ربما انه قريبا بعد ما رجع الكابتن باسم قاسم البطل. وانت لما تسالني تقول لي ليش باسم قاسم، انا اقول لك باسم قاسم المدرب الافضل حاليا بالعراق. طيب ما دام تبحثون عن المدرب الافضل وهذا المدرب الافضل مع المنتخب الوطني، عندكم بلان بي؟ يعني اكو خطه ثانيه، اكو اسماء ثانيه تفتحون وياها باب الحوار لو الا يعني الا تستنفذون المشاورات مع الكابتن باسم قاسم، يلا تتصلون بمدربين اخرين؟ بالتاكيد. وانا ما اكررها للمره الثالثه حتى الناس تفهم ما يدور حاليا في نادي الشرطه. للمره الثالثه احنا ماكو اي شيء رسمي مع الاتحاد ولا اكو شيء رسمي مع الكابتن باسم قاسم. وماكو مدربين ثانيين؟ اكو اسماء سمعنا عن الكابتن عباس عطية، سمعنا عن يعني أسماء أخرى ترد لتدريب فريق نادي الشرطة، السوري حسام السيد، المصري حسام حسن، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ أكو تفاوضات وياهم؟ أني وبكل صراحة أتفق بالكثير بالأمور مع نادي الشرطة. أنا صاحب الصلاحية في اختيار مدرب نادي الشرطة، لما أجي أني أختار باسم قاسم أشوف الأنسب لنادي الشرطة في الوقت الحاضر. طبعا مثل ما يدلون لما يكون معانا، لما يكون باسم قاسم رسميا مع نادي الشرطه. لكنه مثل ما قلت لك حاليا احنا بعدنا مجرد هي فكره،
عندنا وقت نادي الشرطة راح يلعب مباراة القادمة مع نادي كربلاء، عندنا مباراتين. أنا في رأيي الشخصي من راح يقود الفريق؟ من راح يقود الفريق؟ حاليا بشكل مؤقت كابتن أحمد صلاح. نعم. يحمل فكر. نعم. لكن قلت لك إنه إحنا هي مباراتين مع كربلاء مع البحري، مع احترام شديد لنادي كربلاء ونادي البحري، لكنه أقدر أقول لك إنه إحنا يعني نملك وقت، أكو خيارات كثيرة. أنا طرحت على الإدارة إنه يختار باسم قاسم، لكنه بالتأكيد مثل ما قلت قبل، بالتأكيد أكو خطط بديلة، أكو أسماء موجودة. من ضمنها حسام حسن وحسام السيد. لا لا، هذا الشيء ما زال مجرد كلام، ماكو شيء رسمي ولا أكو تأكيد على الخبر. وأنا أؤكد لك إنه بالوقت الحاضر إحنا أنا شخصيا ابن نادي الشرطة، وحتى باستخدام كابتن باسم قاسم لأنه ابن نادي الشرطة، ومثل ما قلت لك إنه أفضل موجودين حاليا بالعراق. طيب. شكرا جزيلا لك الكابتن سعد قيس مدير الكرة بنادي الشرطة، أكد لنا أمور مهمة جدا، أنه إلى حد هذه اللحظة لم يتم الاتصال بشكل مباشر ورسمي بالكابتن باسم قاسم لطرح أو معرفة موضوع رغبته بتولي تدريب فريق نادي الشرطة، وأيضا لم يقدم أي طلب رسمي لاستعارة الكابتن باسم قاسم من اتحاد كرة القدم. وأيضا أكد على أمور مهمة جدا، أنه لا صحة للتفكير بالتعاقد مع المصري حسام حسن ومع السوري حسام السيد ومع غيرهم من المدربين. ويعني ما اعرف إدارة نادي الشرطة، يعني خلينا نحكي شوية دقيقة، ما اعرف شلون يفكرون. يعني ما دام أنا عندي فلوس أروح أجيب أي اسم كان، يعني أكو هواية مدربين ما نجحوا بدورينا، أكو هواية مدارس، يعني المدرسة محمد يوسف المصرية على عيني وعلى رأسي حققت نجاح، كانت تجربتها جيدة، حصل على دوري، لكن مو كل التجارب أباوع على السير الذاتية لمدربين حسام حسن. شنو سيرته الذاتية؟ كل لعبة متعارك، كل لعبة متضارب، ويا جمهورنا ويا مشاكلنا أفكر بحسام حسن، يعني كل لعبة صايرة لخة من وراء حسام حسن. اللي بمصر يضارب ويا الحكام ويا الجمهور ويا اللاعبين ويا الدنيا كلها، شنو أجيبه؟ بالإضافة إلى تجربة حسام السيد أيضا، تجربة ما يعني كانت نجاحاتها متباينة بكرة القدم العراقية وبالدوري المحلي. المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن باسم قاسم أيضا معنا عبر التليفون. كابتن باسم، شكرا على تواجدك ويانا، شكرا على سعة صدرك، ومرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية. كابتن باسم، حديث عن رغبة نادي الشرطة باستعارة حضرتك لتدريب الفريق إلى نهاية الدوري، وأنت عندك بعض المعطيات. المعطى الأول، أنت مدرب منتخب وطني وملتزم بعقد. المعطى الثاني، عندك دورة البروفيشنال للمدربين بشهر 5. لكن أنا أريد أسألك سؤال وربما مباشر، كابتن أنت اليوم عندك رغبة بتولي تدريب فريق نادي الشرطة؟ بداية تحياتي لحضرتك أستاذ ديان، تحياتي إلى كافة المشاهدين. يعني أنت تعرف الموضوع وليس يعني فقط مجرد رغبة. نعم. إحنا عملنا يعني ناس يعني مدربين كرة القدم، وأعتقد الإخوان المدربين الآخرين أنت أشبه بالمدرس، واليوم عليك أن يعني أن تخدم الكرة العراقية من جميع المجالات وخاصة الفرق الجماهيرية، لأن أعماد الكرة العراقية. أكيد. هذا موضوع واضح جدا. كيف أن يكون يعني نادي مثل نادي الشرطة، وأنا واحد من أبناء الشرطة اللي امتد عملي في نادي الشرطة لأكثر من 30 سنة حقيقة، ونادي الشرطة يمر في مأزق ويحتاج إلى من يمد يده العون، لذلك أنا من الأولى بي أنا مد يده العون، لكن أنا تكلمت بكافة يعني بصراحة. يعني عندك رغبة كابتن، خليني عد هاي النقطة. الرغبة واحدة غير كافية، الرغبة واحدة. أنت أنا أسألك سؤال، أنت كابتن اليوم، أنا ما لي علاقة بالأمور الأخرى، هاي المعطيات أنت بينك وبين نفسك تحللها وتدرسها وتأخذ قرار، أنا أتكلم عن رغبة. اليوم أنت باسم قاسم عندك رغبة تدرب نادي الشرطة؟ رغبة مقرونة بموافقة الاتحاد العراقي. أنا دحكي رغبة شخصية كابتن. كابتن لا تلوف علي، الله يخليك. كابتن بدخولي، لأن لي أنا أتخلى عن دورة برو، ولا يمكن لي أن أستلم نادي الشرطة إلا من خلال موافقة الاتحاد العراقي. أنا هذه الأمور كلها سمعت بها، وصار إحنا صار لنا 3 أيام ماكو سالفة غير باسم قاسم والمنتخب والشرطة. هاي السؤال، هذه الأمور كلها إحنا قريناها وسمعناها وشفناها. أنا اليوم أريد أطلع بشيء مميز باللاعب 12، أريد أعرف باسم قاسم عنده رغبة يدرب نادي الشرطة؟ إذا ما سويت الأمور، خليني أجي وياك، إذا ما سويت مسألة تعاقدك مع المنتخب الوطني ومسألة البرو، اليوم باسم قاسم يريد يروح يدرب نادي الشرطة؟ بكل تأكيد، أكد لك نعم،
وهذا نادي، وقلت لك نادي يمر في ظروف صعبة، وعليه أنا واحد من أبناء النادي يعني أتشرف أن أعاون نادي في هذه الظروف الصعبة اللي يعيش بها. وحقيقة حتى لو كان نادي آخر، قلت لك الأندية الجماهيرية مهم جدا، نعم. يعني عماد المنتخبات العراقية، فكيف بنادي مثل نادي الشرطة؟ أنا تربيت وتبعرت أكثر من 30 سنة لاعبا وضابطا وأمين مالي ومدربا، ولذلك بكل تأكيد إذا ما زالت هذه الأسباب بموافقة الاتحاد وبموافقة إدارة الشرطة وجمهور الشرطة، حتى بعد ذلك لا يعني يتم انتقاد باسم قاسم كيف تستلم مهمة منتخب ومن ثم تغادر، لأن تعرف أنا هذا الكورس الأخير وأحصل على شهادة البرو. نعم. طيب يعني اليوم كابتن باسم أنت ترغب بالعمل بنادي الشرطة بالتزامن مع المنتخب الوطني؟ عندك هذا التطلع؟ أكو هيك إمكانية لهيك مشروع ممكن أن تكون هذا التزاوج بالمهمة التدريبية؟ يعني تريد تبقى ويا المنتخب وتريد تدرب الشرطة لنهاية شهر 5 على اعتبار منا أنا لنهاية الدورة إحنا ما عندنا التزامات منتخب وطني؟ هو هذا الموضوع أستاذ زيان. نعم. لأن إحنا لو طرح الموضوع في يعني هذا في موضوع آخر لربما كان لنا رأي آخر، لكن أنت تعرف الآن يعني هي مسألية الجمع بين المهمتين فقط بالاسم، لأنه أنت تعرف الآن المنتخب العراقي أعتقد لحدود الشهر السادس أو للسابع لا يوجد لديه أكيد أنه منهاج الفيفا للثامن لا توجد مباريات خلال هذه الفترة. نعم. حقيقة لذلك أكو تفرغ، ولربما الإخوان بالاتحاد العراقي لديهم تصور أكبر من ذلك أنه يحتم علي أنا أتفرغ، أو لربما أكو مباريات في بالهم يسووها. لا بكل تأكيد يبقى القرار لهم، لكن أنا التصور عندي بهذا الشكل، رغبت سيأتي بهذا الشكل، لكن إذا ما يزال يعني هناك لربما الإخوان يعني توجد مباريات تجريبية خارج الفيفا داي يحتاجون تواجدي، يحتاجون هذا المرهون بالإخوان بالاتحاد. يعني كابتن خلينا شوي نوضح الأمور بوفق ما سمعت حضرتك الآن وتقولي الكلام صح، أنه أنت كابتن باسم قاسم إلك رغبة بتدريب نادي الشرطة، أما مسألة المنتخب الوطني فأنت تقدر أو تفضل أن تبقى مدرب منتخب ودرب نادي الشرطة على اعتبار أنه ما كل التزامات للمنتخب الوطني من شهر 8، أما ما يخص نادي الشرطة فإنه أنت تريد تدربهم، لكن أيضا عليهم أن يعرفون أنه أنت عندك دورة برو في الأردن راح تستمر 20 يوم تقريبا، صح ولا لا كابتن إذا المدة صحيحة؟ لا أسبوعين أستاذ، أسبوعين 15 يوم راح تستمر 15 يوم على إدارة نادي الشرطة أنه تتعاطى ويا هذا الأمر أيضا وتسمح لك. نعم. تجي للدورة تمام؟ نعم حتى لا أعرض نفسي للإحراج، أنا جاي في النادي وبالتالي أتعرض إلى انتقادات من قبل جمهور الشرطة وهم في هذا الوضع. نعم. طيب. هذا ما تكلمت فيه عين الصواب. طيب شكرا لك كابتن. أخيرا كابتن اليوم أنت هذا الأمر يعني إحنا من يوم بدأت بطولة الصداقة انتهت بطولة الصداقة إلى اليوم كلام هواية وحديث، يعني ما تشوف أنه الحسم ضروري جدا؟ يعني اليوم كلامك معانا راح يسمع الجمهور وشارع الرياضي حاسم وقاطع أنا برأيي، لكن مسألة الجلوس مع لجنة المنتخبات، الإسراع بالجلوس مع لجنة المنتخبات، توضيح هذه الصورة لإدارة نادي الشرطة اللي راح تسمعك اليوم، أعتقد كفيل أنه ينهي الكلام حتى كل واحد يركز بعمله بالفترة الجاية. أستاذ ريان أنا من قبل يعني تقريبا 5 أيام أو أكثر صرحت لإحدى القنوات يعني الفضائية بالمباشر وتكلمت نفس الحديث اللي تكلمت مع حضرتك. نعم. يعني أنا واضح بتعاملي. نعم. وهذا ولحد الآن حقيقة اللي أتكلم مع حضرتك. نعم. لا الإخوان بالاتحاد العراقي فتحوا معي موضوع ولا الإخوان في إدارة نادي الشرطة كلموني إنه حصلوا الضوء الأخضر في ذلك. حقيقة. أي. ومسألة حسم تبقى قلت لك إنه يقرر. يعني لجنة المنتخبات إلى هاي الساعة هم ما حد شنو ياك بالموضوع، ما قال لك شنو فكرتك، شو تريد ما تريد. لا احنا تكلمنا في وقت سابق حقيقة. أي. لكن انا بعت هاي البطولة استاذ بيان. نعم. يعني انا تكلمت بما لا يقبل الشك، يعني انا اسف شوية ذلك. احنا عندنا مجموعة اهداف استلمنا المنتخب، انا اعتقد لحد ما حققناها رغم انه طموحنا نحقق الافضل، يعني حافظنا على النتائج، وهسه احد يقول ماكو ضغط ماكو هم ما يخالف اتفق وياه، بس المهم هذا الهدف اللي لنا حافظنا على النتائج، جينا بمجموعة من اللاعبين الشباب لا احد يمكن ينكر ذلك، غيرنا نوعا ما باسلوب الفريق، اليوم وصلنا الفريق بشكل واضح ما عدا يعني امور بسيطه، ممكن احنا بعض الامور البسيطه استعدت 3 لاعبين او 4 لاعبين تكتمل الصوره النهائيه للمنتخب العراقي، الان بوجودنا او بعدم هذا ما وعدنا الجمهور ان لا يصل المنتخب العراقي بعد ذلك ان يقال عليه فرقه ثقيله، اليوم احنا خدمنا اهدافنا اللي اعلناها حققناها، اليوم
بالإحصائيات أستاذ ديان يعني. نعم. خضنا 14 مباراة دولية خلال السلام المهمة. نعم. سبع مباريات فزنا، ست مباريات تعادلنا، وخسرنا في مباراة من 2007 ما استثنينا أمم آسيا لحد هذه اللحظة نتكلم مع حضرتك لم يحقق المنتخب العراقي مثل هذه النتائج. أنا لا أقول هذا ملبي للطموح، لكن وفق هذه الظروف وفق تشكيل منتخب جديد، أنت انظر للمنتخب السوري. هذا المنتخب السوري الآن أفضل جيل للكرة السورية. تمام. وتعرف حضرتك وصل إلى مدايات بعيدة في تصفيات كأس العالم. أكيد. للملحق وصل الآن. أكيد. المنتخب السوري من في طور بناء. انظر إلى الفريق القطري في طور بناء صار له سنوات. إحنا الآن تقريبا اكتمل بناء الفريق العراقي، لكن أكد لك المرحلة القادمة صعبة شاقة على أي مدرب. يجب أن يتواجد المنتخب العراقي في أصول تدريبية كبيرة، يجب أمور وأنا تكلمت بها يعني بعض اللاعبين يحتاج بل حتى مبادئ أساسية حقيقة. طيب. حتى نتجاوز هذه المجموعة الأخطاء اللي شبهها جدا بسيطة تصير على المنتخب العراقي. إذن خليني أشكرك الشكر الجزيل الكابتن باسم قاسم المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي، ومن قبل الكابتن سعد قيس مدير الكرة بنادي الشرطة. يعني هي دعوة لنادي الشرطة وللكابتن باسم قاسم والاتحاد كرة القدم، إذا هم حريصين فعلا على أنه يمشون بالأمر براحة بال وهدوء وبدون مشاكل وبدون فوضى وعشوائية اعتادينا عليها بعمل اتحاد كرة القدم، أنه يحسمون الأمور اليوم باكر يقعدون مع الكابتن باسم قاسم وينطوا تصور الواضح. يا كابتن باسم، إحنا شهر 8 ترى نريد مدرب أجنبي، تبقوا يعني شهر 8 لنهاية عقدك، لو نفسخ العقد وتروح الإدارة نادي الشرطة تقولهم أني جاهز لتسلم المهمة. أما إدارة نادي الشرطة فأيضا لازم تكون متفهمة ومحترفة بعملها وتقول وتقعد مع الكابتن باسم قاسم بأسرع وقت ممكن، لأن قبل شوي الكابتن سعد قيس يقول إحنا عندنا مباراتين ويا كربلاء ويا البحر، يعني تمشي الأمور غالبين كرة قدم. لكن ضرورة الحسم أيضا بالنسبة لإدارة نادي الشرطة، لأن هم ما عايزين مشاكل ولا عايزين فوضى ولا عايزين عشوائية ولا عايزين آنية بالتفكير والقرارات. اليوم الكل مطالب أنه يقعد ويحسم هذا الأمر، حتى لا تظل اليوم طالع بالبرنامج الفلاني وطالع بالسوشيال ميديا وطالع بالجريدة وكل واحد يحكي ويصرح بكيفه والمشاكل تكبر بدون وعي وبدون فهم حقيقي، إلى أنه ضرورة الحسم المبكر لكل هذه الأمور. خلص محورنا الأول الشرطة والمنتخب الوطني مع باسم قاسم. لا، عندنا لقاء مع الكابتن فالح موسى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة يتحدث عن التعاقد مع باسم قاسم، نسمعه وبعدين نذهب لموضوع الاتحاد العراقي والهيئة العامة ونظام الداخلي للانتخابات. تتابع الكابتن فالح موسى. طبعا مثل ما تفضلت انه هذا الكلام متداول في الإعلام في الوسط الرياضي، لكن بصراحة كجهة مسؤولة عن المنتخب الوطني وعن المدربين كلجنة منتخبات كاتحاد العراق لم يصلنا أي شيء من هذا الموضوع. وأنا أصلاً حتى أتفاجئ بأنه الكابتن باسم قاسم ممكن أنه بعض التصريحات لوسائل الإعلام في هذا الموضوع خاض في هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه كان أصلاً ما المفروض يتطرق إليه، لأنه الجهة الرسمية المسؤولة الأولى والأخيرة عن تواجد المدرب أو إعارة المدرب هو الاتحاد العراقي. كان المفروض عندما يتداول مثل هذا الموضوع يأخذ رأي الاتحاد بشكل رسمي. وأنا أيضا ما أخفيك سر بصراحة أنه الكابتن سعد قيس اتصل بي شخصيا وطلب من عندي هذا الأمر. أنا بلغت بأنه سبق أن بعض الأندية طلبت إعارة المدربين المنتخبات الوطنية وصار رفض في هذا الموضوع، لذلك أنا أعتقد أنه قبول مثل هذا الأمر يشتت فكر الكادر التدريبي للمنتخب الوطني، وبالتالي قد يخلق لنا بعض الإشكالات، لأنه تدري عندما يكون مدرب للمنتخب الوطني ويدرب نادي في نفس الوقت ممكن يعني هذا الأمر يفتح لكم أبواب للمدربين الآخرين لمدربين المنتخبات الآخرين. مو فقط هذا الأمر، يعني مو فقط أنه يفتح لنا باب لطلب آخر من المدربين الآخرين، وإنما يصير تماس مباشر لمدرب منتخب وطني يجب أن يعمل باستقلالية في تدريب المنتخب، راح يصير تماس مباشر مع الأندية مع اللاعبين، وبالتالي قد تسبب لنا إحراجات كثيرة في هذا الموضوع. وأي أصلا أساس الفكرة أيضا يعني سبق أن تم رفضها من قبل اللجنة ومن قبل الاتحاد، لذلك أنا رغم كل هذا ورغم كل هذا الكلام أنا لحد هذه اللحظة لم يعني يردنا أي شيء رسمي لا من المدرب ولا من نادي الشرطة. عندما يعرض هذا الأمر على الاتحاد بشكل رسمي أكيد يعني القرار الرسمي سيصدره بشكل رسمي. بصراحة أحد الأشخاص حملني أمانة وأنا شاهدتها بالفيديو، شاهدنا الكابتن علي هادي قبل فترة يناقش المدرب باسم قاسم على الهواء في تشكيلة اللاعبين واستدعاءات بعض اللاعبين،
يعني كيف تنظرون لهذا الأمر كاتحاد وكلجنة منتخبات؟ طبعا وهذا الأمر يعني غير مركزي وغير مقبول بصراحة الأمر، لذلك أنا أقول يعني المفروض أكو رؤية واحدة عند المدربين المنتخبات الوطنية، وحتى إذا كان أكو بعض الملاحظات أو بعض النقاشات يجب أن تكون في أروقة الاتحاد أو بشكل ودي مع المدرب، لا أن تطرح بأنما هناك اختلاف في وجهات النظر. كل مدرب مسؤول على فئة، كل مدرب مسؤول على منتخب، بالتالي وجهة نظره هي اللي محترمة وهي اللي تسود. عندما تكون عندي وجهة نظر مختلفة مع حتى أنا كاتحاد أو كلجنة منتخبات يجب أن أناقشها مع المدرب، لا أناقشها من خلال وسائل الإعلام، وبالتالي الإعلام والجمهور والشارع الرياضي يفسر تفسيرات كثيرة قد تذهب بنا إلى طرق يعني ممكن أنه تكون غير سليمة. لذلك أنا أقول كل التصريحات اللي تبتعد عن صلب عمل المدرب هي غير طبيعية وغير مقبولة. لذلك أنا أكثر من مرة كلجنة منتخبات، وتعرف إحنا مو صاحبين قرار، وإنما صاحب القرار هو الاتحاد اللي موقع عقد مع المدرب يجب أن يلتزم بنود العقد، وأكثر من مرة طالبنا الاتحاد بأنه يفعل مبدأ الغرامات بالنسبة للمدربين، لكن هذا الأمر ما شفناه ولا طبق في أي فترة من الفترات. المتابعة الثانية، الحديث الأبرز، انتخابات اتحاد كرة القدم المرتقبة يوم 31/5، والحديث عن لجنة تعمل الآن، يعني احنا اليوم خميس، تعمل الآن من 4 أيام لدراسة كل ملفات المرشحين وقانونية ترشحهم. ويعني اللجنة يمكن عملت 2، 3، 4، 5، 4 أيام، هي عملها 5 أيام وبعدها مدة يمكن أسبوع لتلقي الطعون بمسألة الترشح، أو هي اللجنة راح تعلن بمؤتمر صحفي قبول الترشح لعدنان درجال ويونس محمود وغيرهم من يعني المترشحين لعضوية ونيابة ورئاسة اتحاد كرة القدم. خلينا نروح أولا للتقرير مع زيد السراج وبعدين نرجع للحديث حول هذا الموضوع. وتنقسم الآراء الكروية حول عمل اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخابات اتحاد كرة القدم، فيصفها البعض بأنها تابعة لاتحاد الكرة، وسبق لها أن عملت في لجان الاتحاد ومن المحتمل أن تكون معه قلبا وقالبا، فيما تنفي اللجنة هذا الأمر جملة وتفصيلا، وتؤكد أنها استقالت من لجنة التراخيص قبل فترة وليس ساذجة حتى تقع في هذا الخطأ القانوني الصريح، فيما تمنى الشارع الرياضي عليها أن تكون منصفة في دراستها لكل الملفات بشكل حيادي يضمن عدم إقصاء نجوم الكرة العراقية. وينتظر الجميع الأيام المقبلة والتي ستعلن عن ذلك، ولن تكون الأسماء نهائية أو حاسمة، فهنالك مجال للطعون إذا اعترض أي شخص مرشح. وتؤكد اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد كرة القدم إنها تتمتع باستقلالية تامة ولن تدلي بأي تصريح حول المرشحين، وستعلن عن ذلك خلال الموعد المحدد، فيما يعاب على النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم، فربما ستبعد لوائحه عددا من المرشحين. من داخل مقر اتحاد كرة القدم ببغداد، للاعب 12 زيد السراج. عمل لجنة الانتخابات خلال الأيام الماضية مع الدكتور محمد قحطان رئيس اللجنة ولقاء مع زيد السراج، نتابع. حقيقة احنا ابتدى عملنا السري، العمل الدقيق الحصري الخاص بلجنة الانتخابات من يوم 26 ويستمر لغاية يوم 31. اللجنة عكفت حقيقة على دراسة الملفات بتأني وبتروي وبدقة عالية لمعرفة مدى استجابة كل مرشح من المرشحين المتقدمين لمنصب العضوية أو للنائب الأول أو للثاني أو لرئاسة الاتحاد، مدى استجابتهم للشروط الواردة بالنظام الداخلي للاتحاد والواردة تحديدا في المادة 33 فقرة 2، فضلا عن قواعد الانتخابات لسنة 2017. درسنا ملف ملف، حقيقة صار عندنا رأي أول ابتدائي عن كل مرشح، وهاي الملفات بيدي أنا اليوم جايبها تشوفوها، هاي الملفات المرشحين كاملة بين يدي، سوينا ملخص كامل عنها في سبيل أنه نخلي اللمسات الأخيرة اليوم وبكرة إن شاء الله حتى نكون جاهزين يعني على الموعد إن شاء الله، احتمال السبت أو الأحد حتعلن النتائج الأولية. هذا قرارنا، هو قرار ابتدائي
وليس قرار نهائي. من حق كل مرشح يعني يقول اللجنة ما أنصفتني، من حق أن يعترض على قرارنا خلال فترة تستمر من 2/4 لغاية 9/4 على أمل أن تعلن الأسماء النهائية يوم 10/4 الأسماء النهائية اللي حتدخل المسابقة الانتخابية. البعض يقول أنه اليوم تواجد الدكتور محمد قحطان على رئيس لجنة الانتخابات هو تواجد غير قانوني لأنه هو رئيس لجنة التراخيص وبالتالي يجمع ما بين منصبين. نعم، أنا أشكرهم جدا وحب أطمنهم أنه مو أنا اللي ارتكب مخالفة قانونية إطلاقا. أنا هذا الموضوع فطنت عليه ابتداء قبل ما يتم تكليفي بهذا المسألة، والاتحاد يتحرك على هذا المسألة بعد أنا أشعرت بأنه أنا أعتذر عن تولي هذه المهمة حقيقة، لأنه هذا يتقاطع مع قواعد الانتخابات لسنة 2017 على أن لا يكون الرئيس الانتخابات رئيس لجنة الانتخابات أو عضو الانتخابات عضوا في إحدى اللجان العاملة بالاتحاد، وأنا كنت رئيس لجنة التراخيص الأندية في الاتحاد مثل ما تعرفون السنة الماضية. بالتالي في الشهر الثاني من هذا العام، بداية الشهر الثاني، تم عزلي عن منصب رئيس لجنة تراخيص الأندية، فأصبح وجودي في رئاسة لجنة الانتخابات وجود قانوني وليجاليتي شرعي 100%. كيف تردون اليوم على الأقاويل في بعض وسائل الإعلام عن شطب المرشح الفلاني ويعني ملف المرشح الفلاني غير متكامل وأنتم لحد الآن لم يصدر منكم أي شيء، كيف تردون على هذا الكلام؟ ما يصل الإعلام احنا ما مصرحين به اطلاقا. حتى حضرتك هسه وقناتكم الكريمه اذا تسالني اي امر يخص اي مرشح ما حجاوبك اطلاقا، لانه هذه افكار اوليه ابتدائيه وليست نهائيه. لما تختمر احنا ما حنضم المعلومه اكيد، حنعلن، ومن حق المرشح ان يعرف نفسه وين ويعرف مبكر حتى يستفاد من فتره الطعون. فهذا الكلام كله افتراء بافتراء حقيقه وكلام غير دقيق ولا مثل الواقع بيصله اطلاقا. ما صدر من عندنا، وأخليكم بالصورة تماماً، يعني أنا وجهت أعضاء اللجنة بأنه تبتعدون عن الإعلام خلال هاي الفترة، ما تصرحون أي تصريحات تخص عملنا خلال هاي الفترة الحساسة بعد أن ننتهي من تدقيق الملفات ونوصل إلى القرارات النهائية بهذا الموضوع. هنلتقي مع حضراتكم وتشرفونا ونزودكم ونزود المشاهد الكريم بكل التفاصيل اللي يحتاجوها. سيد فالح موسى عضو اتحاد كرة القدم أيضاً الآن يتحدث عن موضوع الهيئة العامة والنظام الداخلي ومسؤولية يعني مقبولية المرشحين وقانونية ترشحهم. نتابع. والله والانتخابات فترة الترشيحات انتهت، اكو فترة محددة للتقديم الكل. يعني اليوم انا كعضو اتحاد حالي، لكن بالفترة القادمة اثناء عملية الانتخابات انا حالي من حال اي مرشح، ممكن تكون عندي حظوظ او ما تكون ما عندي حظوظ. لذلك انا اعتقد انه الراي الاول والاخير راح يكون للهيئه العامه. يعني من حق اللاعب، من حق المرشحين انه يسعون الى انه يكسبون اصوات وثقه الهيئه العامه، وهذا حق مشروع، لكن يجب ان يكون بالطرق اللي تسمح له وطرق وقواعد الانتخابيه السليمه. يجب ان لا يكون هناك تعدي في عمليه استحصال او بالتاثير على جهه معينه باتجاه شخص معين. اليوم احنا نتمنى الانتخابات تصير بالشكل الطبيعي، ولا من حديثكم وحديث السيد عبد الخالق مسعود على تاثيرات تدخلات من دون يعني تسميه الطرف الاخر، هذا الشيء ده تلمسوه صراحه خلال هذه الفتره؟ صراحه موجود هذا الشيء. يعني احنا ما نريد اليوم نضع نقول انه فلان شخص، يعني عندما ينتهي فتره الاعلان الرسمي لقائمه المرشحين، عندما يثار اي موضوع في هذا الخصوص، اذا كان اكو احد يريد يستفسر من الاشخاص المعينين اللي تعرضوا الى مثل هذا الامر، ممكن انه يدلون بهذا التصريح. اليوم احنا نسمع فلان عرض على فلان، ممكن انه يعني اما تمثيل او ترشيح من نادي، او انه ساوم في سبيل انه يمنع ترشيح لجهه معينه لحساب جهه معينه اخرى، او انه وعد باشياء اخرى. هذا انا نسمعه بصراحه الامر. عندما تتضح عندنا الصوره ويكون عندنا دليل ملموس في هذا الامر، يعني ما راح نتردد ونقول مثلا يعني الشخص الفلاني عرض على فلان شخص او فلان مرشح كذا مساله. لذلك اليوم احنا ما نريد نتحدث بامور غيبيه ولا نريد انه نستبق الاحداث. اليوم علينا انه يعني نلتزم بادب الحوار اول مره، وثانيا يجب علينا ان نلتزم بالقاعده الانتخابيه، ولا نحاول احنا كاتحاد بما انه احنا الان في سلطه الاتحاد، لا نحاول انه مثلا نجير الامر لصالحنا او نحاول انه يدفعكم ان تذهبون لرئيس الوزراء
يعني جزء من اللقاء كان يتحدث عن تدخلات البعض في عمل اتحاد كرة القدم كابتن؟ لا نهائيا، اللقاء مع رئيس الوزراء لم يكن بهذا الاتجاه. إذا كان انبحث في جزئية بسيطة جدا من خلال اللقاء، يعني رئيس الوزراء عنده طلع كامل على الاتحاد العراقي. لا لا، يعني من خلال السيد رئيس الاتحاد، رئيس الوزراء إذا أشار إلى هذا الموضوع، لكن إحنا كاتحاد ما قلنا ولا اشتكينا ولا طالبنا رئيس الوزراء أنه يتدخل في هذا الموضوع. الكلام كان واضح من قبل رئيس الاتحاد من خلال المؤتمر الصحفي اللي صار في مقر الاتحاد، قال أنه لو نشعر أو أنه يكون عندنا دليل على تدخل جهة معينة إحنا راح نبلغ رئيس الوزراء بهذا الأمر، وإذا ما وصل الأمر وصار التحلول عن طريق دولة رئيس الوزراء ممكن نلجأ إلى طرق أخرى. لكن إحنا هذا أيضا نسمعه، وممكن أنه يكون الآخرين يأخذوا بأنه هذا يمكن تهديد. إحنا لا اليوم ولا باكر، إذا سواء بقينا بالاتحاد أو ما بقينا بالاتحاد، ما راح نلجأ إلى طريقة ممكن أنه تعرض كرة القدم العراقية إلى أي شيء لا سامح الله. راح ندخل السباق الانتخابي حالنا من حال الآخرين. إذا أكو إن مقبولية نعم نتشرف بهذا التشريف، وإذا ما كانت إن مقبولية الشخص اللي راح يفوز بالانتخابات نبارك له ونساعده في مرحلة القادمة ونتمنى له التوفيق في أي عمل وفي أي عمل. صحفيين أيضا يتحدثون عن ما ينتظر كرة القدم العراقية من صراع حول رئاسة اتحاد كرة القدم، نتابع. يعني من خلال معرفتي الشخصية باللجنة الانتخابية أجد أن اللجنة الانتخابية لجنة محايدة وكفوءة من حيث نوعية القضاة اللي فيها، وبالذات أنا شخصيا الدكتور محمد قحطان رئيس اللجنة المعروف بحياديته، لكن وجد ضعف أو خلل فليس في اللجنة الانتخابية وإنما في اللوائح والتعليمات التي أقرتها الهيئة العامة والتي أكدت فيها على بعض الشروط التي أجدها غير مبررة وغير مقنعة، منها مثلا التثنية من 3 أعضاء بالنسبة للمناصب الرئاسية الرئيس ونائبي، والتثنية على عضو واحد من أعضاء على الأعضاء في الاتحاد. وهذا الضابط أعتقد بنوع من التشدد العالي واللي راح يسد الطريق أمام كثير من الكفاءات. أنا أعتقد أن الهيئة العامة مطلوب منها كان قبل أن تقر هذه اللوائح تكون واضحة وعارفة لأهدافها ولشخصياتها، لأن الاتحاد هو مؤسسة لقيادة كرة القدم، يجب أن يبقى مفتوحا أمام الخبرات والكفاءات، ويجب أن يكون مفتوحا أمام النجوم ولاعبي الكرة السابقين، لأنه مهما بلغ الشخص من الآخرين من كفاءة لابد من وجود مختصين ولاعبين ونجوم في اللعبة في أي اتحاد. طبعا احنا يوميا متواجدين، يعني بصورة يومية ما عدا بطولة الصداقة ذهبنا ومتابعين مجرى الانتخابات واللي قاعد يصير يوم بيوم. انا بالنسبة لي واحد من الناس اللي قدرت احصل النظام الداخلي لسنة 2017 والنظام الداخلي لسنة 2015، النظام المعدل يعني عندي قرأت تقريبا النظام الداخلي مال 2017. النظام الداخلي به العديد من الثغرات، تساري ما حدد يعني مو قانوني، لكن اكثر من قانوني سألت هوايه وتابعت اكثر من قانوني يقول هناك ثغرات كثيره في النظام الداخلي. طبعا الثغرات معناها تفسيرات مختلفه راح تكون للفقرات القانونيه، خاصه الماده 33 راح يكون بها تفسيرات مختلفه. فهاي التفسيرات شلون راح تفسرها اللجنه؟ انا باعتقادي ستفسر حسب ما يخدم مصلحة الاتحاد الحالي، يعني ما بيها مجال اللجنة مستقلة. يعني حضرنا المؤتمر اللي صار به تصويت للجنة، ما شفنا أي شخص من الموجودين تقدم أو عرض السي في مالته، يعني على الأقل الإعلام اليوم شريك حتى يعرض للجمهور. لا زال لليوم محمد قحطان رئيس لجنة التراخيص وأنا مسؤول عن كلامي، بس هذا يتغير بلحظة. الاتحاد هو راح هسه يسوي لك كتاب ويقول لك ويعطي تاريخ. كيف تقرا السيناريو القادم ما بعد الاعلان عن المؤتمر؟ هل ستشطب اسماء مهمه مرشحه؟ لا طبعا راح تشطب، انا عدنان درجال انا متاكد راح يشطب، لان تفسير القانون راح ماده 33 راح يفسر
بعكس ترشيح عدنان درجال، 100% عدنان درجال المستبعد، فقط يبقى يونس محمود فقط يعني الاسم الجديد. هاي لنا عودة بالتأكيد الأحد إن شاء الله لهذا الأمر المهم والضروري. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.